عندي ابو حسن. انت ابو حسن؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام بغداد، حياك الله. انا انضم للناس اللي يشكرون الكهرباء ليلا، يعني احنا وايد مرتاحين. صاروا اربعه. انا احب اسال سؤال واحد. تفضل. ليش وزارة الكهرباء ما تسوي عقود ويا شركة سيمنز الألمانية ونستغني عن الربط مع الدول العربية والخليج ومصر وما إلى ذلك؟ والله أحسن وما سؤال إلى ذلك. والتجربة أنه ناجحة في مصر وهو يعرفها الأستاذ أستاذ أحمد موسى، وشكرا لكم. شكرا أبو حسن. بس أريد أشكر الأستاذ أريد أشكر الأستاذ. نعم. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشارك بالبرنامج يا الأستاذ؟ أنا أريد أشكر حقيقة، حتى يعني فتحت التلفزيون وشفته طالع. نعم. يعني دا أقول له لا، أكو فرق ملموس من السنة الماضية إلى هاي السنة. حقيقة الكهرباء نعمة. خدام ساعتين بالليل بعض مرات ما تنقطع. ألو، وياك أبو حكم تنسمع. ألو. نعم. إيه هو دا أريد أشكر الأستاذ، بس إحنا عندنا مشكلة. لا ما تشكرني، واجبنا ابو حكم. تخلي اسمع المشكله، هو سوينا فضل، احنا واجبنا. هذا استاذ احمد، خلينا نسمع. رحم الله والديك، اشكرك رحم الله والديك. حقيقه يعني انا مرتاح للكهرباء، واحد من الناس بمنطقتي. تمام. بس انه مشكلتنا المولدات استاذ ياخذون 25. هاي بعنا ست وجدان بعنا، ومدى نقدر احنا يعني اذا رحت اشتكيت ابو المجلس البلدي، لو تشتكي عنده يروح يوصلها لابو المولد، ابو المولد راح يعذبك كل ساعه، جيب الجوزه وبدل الجوزه، عطلت انقطع الواير وانقطع المدري شنو النوب، واذا ما يريد يسوي عطل راح شو اسمه يعذبك ويقطع الكهرباء عنك بعد مره. والله شنو خربانه، والله ما ادري شنو، وهي هاي المشكله يعني. طيب عندك اشكرك ابو حكم. خلي هاي صاروا عندك اربعه. خلي نرجع من ابو حسن. يعني مثلا العقود لا هوايه يكون ناس منصفه. الحمد لله، انا بخدمتهم. طيب خلي نرجع من السؤال الاخير من ابو حسن اللي دا يتكلم عن سمن الألمانية. أيه. العقود يعني بالفعل، يعني سؤاله كان جيد. هذا سؤال كلش مهم. ليش ما تنضمون مع سيمنز وتعالجون موضوع الكهرباء؟ وبالمناسبة هذا يعني هذا مو مشتبه على الناس العادية، مشتبه حتى على بعض السياسيين وقادة الأحزاب والدنيا، اللي بالمناسبة انه احنا سدينا الباب عليهم نهائيا ككهرباء، خلينا الملف ملف خدمي بحت، ما ممكن نسمح بأي تدخل سياسي وأبدا الموضوع. سيمنز ستي ليش ما تمضون مع سيمنز؟ ومن يقول احنا ما ماضين مع سيمنز؟ احنا عندنا اتفاقية اطارية وعندنا عقود كبيرة وعمل كبير مع سيمنز، عمل جدا كبير مع سيمنز. اولا نصب طاقات توليدية، نصب محطات، تأهيل وحدات توليدية، نصب خطوط نقل، عندنا حجم عمل كبير، نصب الدورات المركبة، نصب الكولينج سيستم، حجم عمل كبير عندنا مع سيمنز. ست وجدان، احنا وقعنا بوقت سابق ككهرباء اتفاقية اطارية مع سيمنز، الان عندهم حجم عمل بدبس، عندهم حجم عمل بكركوك الغازية، عندهم حجم عمل بكل محافظات العراق على محطات تحويلية، عندهم حجم عمل على حجم عمل كبير عندهم بالعراق. هذا واحد. ثانيا انه احنا ككهرباء ما عندنا اليوم اي باب مغلق تجاه اي من الشركات العالمية المعنية بتطوير قطاع الطاقة.